السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد في القناة لتوقف لبعض الأشهر لبعض الأسابيع. موقعنا الأول اليوم هو موقع بس بغرض البونتي، بغرض الاستفادة من البونتي، أو بالإمكان الاستثمار لمن أراد الاستثمار ويتحمل مسؤولية نفسه، لأن الموقع قد ينصب أي لحظة. هذا هو الموقع. طبعا هنا سبقنا شرحه عدة مرات. الربح يصل إلى 700% تقريبا. هنا الإحصائيات، وهنا الفيديوهات الخاصة بها الموقع. الموقع يدفع على الباير كيوي بيرفكت ماني والفي زكر. طبعا الموقع مشهور، يعني كل مرة يتغير باسم معين للتسجيل. تنتقل إلى هنا ثم تعبية بياناتك، الاسم والإيميل والباسبورت فقط. طبعا لا تستثمر أكثر من مرة، لا تستثمر فوق المبلغ المطلوب بالخطة نفسها. بعد التسجيل تقوم بتسجيل الدخول بهذا الشكل، ثم ليأتي هذه واجهة الموقع من الداخل. الخطوط الاستثمارية تبدأ من 100 روبل. إدارة الاستثمار تقوم بفوق حتى قبلها تقوم بالدخول على الإعدادات، قبل الاستثمار الدخول على الإعدادات وتحديد الباير الخاص بك أو البرفكت ماني الذي تريد أو الكيوي أو البيتكوين، ثم تقوم بهنا بعملية الحفظ. بعدها تنتقل إلى هنا للإيداع، تقوم باختيار الخطة 100 روبل 200%، 400 روبل 235%، 1000 روبل 290%، وهكذا. يعني تختار الخطة ثم المبلغ نفسه، لكن أنا عادة لا أنصح بالاستثمار هنا. ثم تكتب هنا مثلا، إذا اخترت هنا 1000 روبل تختار هنا على 1000. هنا وسيلة الدفع التي تريد، كل 8 دقائق سوف تكسب 6 روبل. هنا فوق حتى ثم تقوم بالإيداع بهذا الشكل، والدخول إلى الباير والإيداع بهذا الشكل. نعم. ثم تكمل عملية الإيداع. نعود إلى الموقع الآن. عملية الانسحاب تكون بهذا الشكل. عندما توصل إلى الحد الأدنى للانسحاب وهو 10 روبل تختار الحساب الذي تريد، تدخل المبلغ، تقوم بعملية السحب. هنا للودائع الخاصة بك ستتفعل تلقائيا بعد الإيداع. هنا تاريخ العمليات، وهنا الإحالات الخاصة إذا كنت تريد تعمل على الإحالات لأشخاص معينين، الرابط الخاص بك. وهنا البونتي الذي أنا شرحت بغرضه فقط، بغرض البونتي تقوم بعمل فيديو، ستربح ما بين 60 إلى 15 ألف روبل، مسموح لك في اليوم تقريبا. تحت الجزم مراجعة فيديو ومراجعة فيديو حول مشروعنا. بالنسبة لهذا الإجراء نحن على استعداد فيها مساهمتك في المشروع. لا يحتاج إلى مساهمة، ولكن بالإمكان للمساهمة. ثم ترسل الرابط هنا. هذا كل ما في الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.